ده رود الفراسندل قاعد في يوم بيمارس رياضته المفضله الا وهي الفطار وبعدها الانتخه ولعب في شعره الاحمر. فبتدخل عليه روز مرات اخوه وتقول له يا اسطى انت بقى عندك 29 سنه وما بتشتغلش، لازم الانسان يشتغل عشان يعرف يصرف على نفسه ويحقق طموحه. فقال لها طب ما انا معايا فلوس كتيره ورده، واخويا اللي هو يبقى جوزك يبقى اللورد بيرلزدن ذات نفسه اشقى اغنياء انجلترا، هشتغل ليه يعني؟ فقالت له عشان تحقق ذاتك يا حبيبي وتلاقي شغفك وتطلع المرض اللي جواك. بعدين يعني انت هتفضل تتكل على اخوك كتير كده بشعرك الاحمر ده؟ احساسك بذاتك ايه وانت ماشي كل حاجه وصايد كده؟ مش معقول. بص يا اسطى انا جبت لك واسطه وهشغلك مساعد للسير جيكوب بروديل اللي هيبقى سفير كمان 6 شهور. فقال لها ماشي يا مدام مش هزعلك، كمان 6 شهور هشتغل معاه. بس انت بقى عماله تزعقيلي وانت نفسك مش بتشتغلي يعني. قالت له اشتغل يالا انت عبيط، انت عارف انا بقى مرات مين؟ بيقرر رودلف انه يسالي نفسه في الفتره دي ويروح يحضر حفل تنصيب رودلف الخامس كملك لوريتانيا، بس مش هيقول لحد عشان الخبر ما ينتشرش في الصحافه، وهيقول لروز انه رايح الكام شهر الجايين دول يالف كتاب ويتمشى في جبال القلب. فروز قالت له ربنا معاك يا حبيب القلب. بياخد رودلف هدمته وشنطته وبيطلع في سكته عشان يبتدي رحلته، وبيطلع يقضي يوم في باريس مع اصحابه جورج فيزرلي وبرتران بيرتراند، وبعدها بيركب القطر ويطلع على روريتانيا. وفي القطر بيقابل واحده اسمها انطوانيت دي موبان، وهي شخصيه شهيره وثريه ومهلبيه. فرودلف بيبص لها وبينه وبين نفسه كده بيقول قطر راكب قطر. وهناك الضباط هما بيبصوا في الباسبور بتاعه تنحوا كده، ومره واحده قالوا له بالروح بالدم نفديك يا زعيم، وشبهوا عليه كده وبعد كده سابوه. بينزل رودلف في مدينه زنده، مدينه صغيره كده بتبعد عن العاصمه سكه 80 كيلو عشان العاصمه وشها هتبقى زحمه وكلها كورونا. فقال انا هتمشى هنا شويه وبعد كده اطلع على ستريلسو العاصمه في يوم حفل التتويج واحضر التتويج على طول، وبارك الله فيما رزق. بيعرف رودلف من الوليه مديره الفندق اللي هيقعد فيه ان الشعب ما بيحبش الملك الجديد وانهم بيحبوا مايكل اخوه اللي مش شئ، وبتقول له فلو يعني ما فيهاش اساءه ادب يعني لو الملك رودلف الخامس ده يعني يسيب اخوه يسوق البلد يعني هيبقى عمل معانا واجب والله، وهو يروح يشتغل بقى ولا يعمل اي حاجه ثانيه مفيده في حياته بشعره الاحمر ده هنبقى سعداء قوي. فامرود اللي سائلها انت تعرفي روز مرات اخويا؟ وبيدخل عليهم واحد اسمه يوهان، اول ما بيشوفه كده بيتصدم ويقول له بالروح بالدم نفديك يا زعيم، وبيشبه عليه برده وعرض عليه انه يقيم عند اخته في ستريلسو لما يسافر. بيبعت رودل في شنطه في القطر وبيقرر يتمشى شويه في الغابه لحد المحطه الثانيه، وبيقيل تحت شجره كده فبيصحى على صوت اتنين ضباط من رجاله الملك بيبصوا له وبيقولوا له بالروح بالدم نفديك يا زعيم. وبعدها بيدخل الملك الحقيقي اللي بيكون نسخه طبق الاصل من رودلف، ومره واحده هوب ضربات قلبهم هما الاثنين بيتعمل لها ستوب. بيتعرف رودلف الملك على رودلف اللي مش ملك، وبيدعوه انه يجي يتغدى معاه في الكوخ الخشب اللي قاعد فيه هنا لحد ما المراسم تبدا، وبيقول له الكوخ ده بتاع مايكل اخويا، وبيجيب له اكل كتير بقى. فرودلف اللي مش ملك بيقول لرودلف الملك بص انا ابن ناس والله بس انا جعان، فالحبه جايين دول ما يعبروش عن شخصيتي، فين الكفته؟ وبيجيب لهم جوزيف خادم الملك ازازه كيكه مشبره بعتها مايكل اخوه بمناسبه التتويج وكده، ضربوها سوا وناموا. بس رودلف اللي مش ملك ما تقلش في الكيكه وكده عشان بيتعلم معاه، فبيصحى من النوم وبيعرف من الضباط ان رودلف الملك حالته صعبه ومش راضي يفوق، فغالبا كده مايكل اخوه حاطط له سم في الكيكه عشان رودلف ما يروحش التتويج النهارده ومايكل اخوه يمسك مكانه. بس حظه بقى ان المؤلف عمل حسابه وجاب رودلف في الزمان والمكان المناسبين، فثبت الضابط بتاع الملك قال له انت هتروح انت مكانه، فرودلف قال له لا يا عم ازاي يعني انا خايف، فثبت قال له الوطن محتاج لك يا زينهم. بيخبي الجنود الملك في بدروم الكوخ عشان لو رجاله مايكل جم عشان يقتلوه ما يلاقوهوش، وبيطلعوا على ستريلس وسط استقبال الناس، وبياخد رودلف باله ان انطوانيت دي موبان بتشوفه هناك، فبيخمن انها قفشته بيقول يا نهار ازرق روحنا في داهيه خلاص الملك هيركب الزمبلك، ولكن الولايه ما بتعملش حاجه. وبيطلعوا على القصر من طريق بيمر بقريه فقيره كلها ناس كحيانه، فبيقرر رودلف يعيش دور الملك وبيروح يقول لواحد منهم اعرفكم بنفسي بخيت مهيطل الملك الجديد بتاعكم، فبيعرف ان البلد مش حباه وانهم معلقين صور اخوه على الحيطان بداله، وبيطلع على قصره عشان مراسم التتويج، وبيقابل هناك الاميره فلافيا خطيبه رودلف الملك، ومايكل اخوه اللي اول ما بيشوفه بيتخض كده وشعره يقصف. وبعد ما الليله بتخلص بيسال رودلف ثبت الظابط بتاعه هنعمل ايه؟ قال له قوم يلا نزل رجلك يا التمثيليه خلصت، وبيروحوا زند عشان يجيبوا الملك الحقيقي، ولكن بيوصلوا الكوخ فبيلاقوا ان جوزيف حارس الملك اتقتل والملك نفسه اختفى، فقام ثبت شك ان مايكل اللي خطفه عشان يقتله، فبكده مفيش غير حل واحد، فبص لرودلف وقال له سياده الملك، قال له انا بقيت ملك تاني؟ فقام ثبت قال له طويل العمر يطول عمره ويزهزع عصره وينصره على من يعادي هاي هي. بيتحركوا من الكوخ وبيقفشهم رجاله مايكل، بس رودلف وثبت بيهربوا منهم بعد ما رودلف اتصاب في ايده، وبيروحوا القصر وبيقرروا يحطوا خطه بتتضمن ان رودلف هيعيش دور الملك، هيحكم كملك وياكل كملك ويشرب كملك لحد ما ربنا يفرجها من عنده. بيروح رودلف ينام في فرشته، فبتروح للاميره فلافيا خطيبته تقول له ملك يا ملك متغير معايا كده ليه بس احكي لي، وبيدق الباب فبتقول له ده مايكل، فيقول لها يا نهار ازرق طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ قالت له في حاجه يا ملك؟ قال لها اه صح انا الملك نسيت. وبعد ما بيلطع مايكل بره شويه بيدخل يقعد معاهم وهو بيجز على اسنانه، ويبص لايد رودلف المتعوره ويقول له امال سبحتك فين يا معلم؟ مين اللي عورك في ايدك؟ فرودلف قال له ابدا حيوان كده عضني اكيد اللي بعته كان حيوان زيه،
ولا انت شايف هي حوحو؟ بتمر الدقايق والساعات والايام والاسابيع ورودلف عايش دور الملك وبيحكم روريتانيا ومحدش شاكك فيه، وبيعرف من سبت ان الملك الحقيقي موجود في قلعه زندا، وبيجي له جواب سري من انطوانيت دي موبان بتطلب منه انه يقابلها على انفراد. فسبت قال له يابا الملك ما ممكن يكون مايكل اللي كاتب الجواب ده، بعدين هتروح تقابلها لوحدك؟ خليني اقابلها انا مكانك والنبي والنبي، ممكن يكون في خطر على حياتك بسببها. فرودلف قال له انت بتقول انت مش سامع نفسك، انت مش عارف دي مين؟ دي القطر. بيروح رودلف يقابل القطر هو وسبت اللي بيستناه بره، وبيخش رودلف على انطوانيت ويقول لها وحشتيني يا اجمد بنت. فبتقول له يا اسطى مايكل اخو الملك الحقيقي طلب مني اجيبك واغريك، وبعد كده الحرس بتوعه يقتلوك فيقولوا الملك مات، ويلبس التهمه لسبت وفريدز ويقوم قاتلين الملك الحقيقي برده، وساعتها بقى مايكل هيتوج كملك. فانت اهرب دلوقتي وانا هقول انك ما جيتش اصلا. فقال لها للابد؟ ها اهرب وهتحبيني للابد؟ فقالت له وحتى تحترق النجوم وحتى تفنى العوالم وحتى. وبيخبط عليهم رجاله الدوق، ولكن رودلف بيعملهم كمين وبيهرب منهم. وتاني يوم بيشوف الاميره فلافيا فبيضعف كده ويقول لها اقول لك حاجه انا مش ملك. فقالت له امال انت ايه؟ قال لها قولي لي يا زينهم. ولكن سبت بيدخل يقطعه عشان ما يفضحش سره. بيقرر رودلف انه هيروح زند عشان ينقذ الملك الحقيقي، وبيقول للاميره ان لو جرى لي حاجه ما تخليش مايكل يقعد مكاني، خليك انت الملكه. فالاميره قالت له ماشي. وتاني يوم بياخد رودلف الرجاله ويطلعوا على زند عشان ينقذوا الملك، وبيقول رودلف للمارشال ستريكنش قائد الجيش بتاعه مش هتيجي معايا؟ فالمارشال قال له لا انا مع الاميره. فبيقول له رودلف انه هيغادر العاصمه لمده 3 ايام، وعايزك تاخد بالك من الاميره عشان خايف عليها من مايكل. مايكل لو اتجوز الاميره ممكن يبقى ملك رسمي، فلو انا جرالي حاجه بقى انت هتبقى حاكم العاصمه. يلا وهو ضل ستريكنش ولا ضل حيط، استنى بقى اكتب لك تعهد بدو، معلش بقى اصبعي فيه اصابه وكده فالخط مش هيبقى هو هو انت فاهم. بيسافر رودلف لزندا وهناك بيقابل رجاله مايكل، وبعدها بيطلع على الفندق اللي نزل فيه اول مره. فالبنت بنت الوليه صاحبه الفندق اول ما بتشوفه بتقول له بالروح بالدم نفديك يا زعيم. وبيجي له رساله من مايكل مع روبرت النادورج بتاعه بيقول له فيها ان الدوق بيعرض عليك مليون قطعه ذهب ويهربك بره الحدود. فرودلف بص له قال له انت عبيط يلا انا الملك. فروبرت قال له طب خد دي، وقام ضربه بسكينه في كتفه وجاب. بيستدرج رودلف ورجالته يوهان اللي كان هيبعت رودلف يقعد عند اخته، واللي يعتبر واحد من رجاله مايكل وكان موجود وقت ما رودلف الملك ورودلف اللي مش ملك ضربوا الكيك، وقاموا ربطوه وقالوا له الدوق مايكل. فقال لهم اسمه الزفت مايكل، وبيقول لهم على مكان الملك بالظبط في قلعه زندا، وقال لهم ان مايكل حاطط خطه ان مع اي هجوم على القلعه هيقتل الملك ويرميه في الترعه. فرودلف بيقول لهم ان في 3 طرق عشان ننقذ الملك، الاولى محتاجين معجزه او سحر هو انا مش كريز المصري، والثانيه ان حد من رجاله مايكل يخونه مالهاش غير كده بقى. فقالوا له طب والثالثه؟ فقال لهم الثالثه شمال بنهز جبال. بتروح الاميره فلافيا تزور رودلف في زندا بعد ما سمعت انه اتصاب، وبيجي له معلومات ان الملك الحقيقي قرب يموت من البهدله اللي هو فيها، فبيقرر يتحرك بسرعه على القلعه مع سبت وفريدز وسبعه اخرين، وبيتسلل رودلف للقلعه وبيقتل ماكس خيوهن اللي كان واقف من ضمن الحراس، وبيقدر يسمع الملك من خلال الماسوره اللي في زنزانته. وبتدور معركه مع رجاله مايكل بيخسر رودلف فيها 3 من رجالته، وبيرجع رودلف للفندق هو وسبت وفريدز واربعه اخرين. وتاني يوم بيجي له رئيس شرطه ستريلس ويقول له ان في واحد مفقود من انجلترا كان جاي في زياره وكان مسافر مع القطر اللي على القطر. فرودلف قال له اسمه ايه الشخص ده؟ فقال له اسمه رودلف راسندل. فقام سبت قال طويل عمر يطول عمره وزهزع عصره. ففريدز قال له مش ده مش ده، وبيجي لرودلف جواب من القطر بتقول له فيه ان مايكل حبسني عشان ساعدتك، وبيقول له رجالته ان الملك بيموت والشعب ابتدى يستغرب غياب الملك عن العاصمه والقطر هتتقتل ومايكل قرب يبقى ملك. قال لهم كل دي مشاكل مبوظه المود بتاعي، بس انا عرفت انا هعمل ايه عشان احسنه، انا هتجوز الاميره. وبيحددوا موعد لزفاف الملك ايا كان من فيهم من الاميره. بيحط رودلف في خطه جديده يقدر ينقذ بيها الملك، وبيطلعوا يومها على القلعه، وهناك بيحصل خلاف داخلي بين مايكل وبين روبرت اللي كان طعن رودلف بالسكينه، والخلاف ده كان سببه القطر. عليك حكم يا اسطى والله. وبتدور معركه بيهرب روبرت فيها من مايكل، وبعدها بيظهر ديجوتي واحد من رجاله مايكل لرودلف، ولكن رودلف ربنا يديله الصحه بيقتله. وبعد كده بيظهر بيرزونين واحد برده من رجاله مايكل، ولكن رودلف ربنا يديله الصحه بيقتله. وبيوصلوا لحد اوضه الملك اللي كان فيها ديتشارد واحد من رجاله مايكل، وحاول يقتل الملك ولكن رودلف ربنا يديله الصحه بيقتله. وبتصوت القطر انطوانيت دي موبان وبتقول روبرت قتل الدوق مايكل، فبيحاول روبرت يهرب بعد ما قتل مايكل، ولكن رودلف ربنا يديله الصحه بيقدر يطرده وما بيعرفش يقتله، وبيهرب روبرت منه. وبيتم انقاذ الملك وبينشروا خبر مفاده ان الدوق الشرير حبس صديق للملك وحاول مايكل يقتل الملك نفسه، ولكن الملك ربنا يديله الصحه بيقتله. وبتروح فلافيا لزندا عشان تقابل الملك، وهناك بتقابل رودلف اللي مش ملك، بس بقى الملك ورجع تاني مش ملك. وبتقول له رودلف الملك خطيبي حبيبي. فقال لها فلافيا
عايز اقولك حاجه، انا مش رودلف. فقالت له امال انت مين؟ فقال لها انا رودلف. وبيشكر رودلف الملك، رودلف اللي مش ملك، وقال له بص يا صاحبي، هو موجود يشكر وكل حاجه، بس احنا للاسف مش هنقدر نطلعك كبطل وكده، عشان محدش هينفع يعرف اي حاجه عن اللي حصل. وبيرجع رودلف بلده وبيقابل روز اللي بتقول له ان الست شهور بيعدوا، وانك اخيرا هتنول شرف انك هتبقى مساعد السير جيكوب روديل، سفير انجلترا في ستريلسو عاصمه روريتانيا، ودي شغلانه هتخليك تقابل ملوك وامراء وقطارات، ودول ناس اكابر هتتبسط معاهم بالشغل قوي. فامرود في بص الروز كده وقال لها روز انت طالق، ما تنسوش تعملوا لي فولو عشان تتابعوا الفيديوهات الجديده، وتعملوا فولو لاحمد رضا عشان هو اللي منتج الفيديو ده وعمل الجرافيك وظبط لنا الليله دي والليلات اللي فاتت والليلات الجايه. سلام.